زهك شيشة في الشارقة، مساحات خضراء وطفولة بريئة من دون الخوف من التعامل مع الغرباء. أنا بعطيك فري بس حقك أنت، زين؟ بس بشرط تيوي هاي ورا الفان. إيه. بعطيك فري. أوكي. تجربة اجتماعية نظمتها إدارة السلامة الطفل بالشارقة تكشف بين طياتها نتائج مخيفة ومثيرة للغاية، وهي استجابة 36 من الأطفال بما يمثل 97.3% منهم للحصول على مثلجات مجانية من شخص غريب، مما يشير إلى حاجة ماسة لتعزيز الوعي بين النشأ حول هذه القضية الحيوية. شوف هاي 90، هاي 20، اللي بأوريو 20 درهم. تبغى فري؟ أوكي بس في شرط دش داخل شلها أنت بروحك. أوكي؟ هدفت التجربة إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر التعامل مع الغرباء، وترسيخ مفهوم الأمان الشخصي لدى الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة المواقف الخطرة، بما يضمن بيئة آمنة ينمو فيها الأطفال بعيداً عن أي تهديدات أو مخاطر محتملة. حيث أن طفلاً واحداً من 37 طفلاً ما نسبته 2.7% قد أبدى تحفظاً في الاستجابة لعرض الحصول على مثلجات مجانية. ها تجي معي ورا الفان بعطيك فري بس ما تخبر أحد عشان ما حيشوفنا. أركب الباص؟ تبغى تركب عادي؟ لا ما بركب. ليش؟ بس ما تبغى تركب الباص؟ لا. تمثل نتائج التجربة الاجتماعية التي أجريت أكثر من مجرد أرقام، هي نداء لليقظة ودعوة لكل أم وأب لنشر الوعي وتعليم الأطفال كيفية التنقل في هذا العالم بأمان، وهي تذكير بأن الحماية لا تبدأ بالقوانين ولا تنتهي بالإجراءات الأمنية فحسب، بل تبدأ بالوعي والتوجيه الصحيح بالحذر من استغلال الطفولة.